السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج مع الحدث، والتي تابعنا وإياكم قبل قليل كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي تحدث عن صندوق الاستثمارات العامة وكيف هي الخطط المستقبلية. وهذه الأرقام الضخمة التي ذكرها سمو ولي العهد لهذا الصندوق من استثمارات سوف تعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن الغالي وعلى أبنائه بالتحديد. للحديث عن هذه الكلمة يسرني أن أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو. نبدأ بالأستاذ طلعت حافظ، مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية والكاتب الاقتصادي بصحيفة الرياض. أهلا بك أستاذ طلعت. مرحبا أخي أحمد ولضيفك الكريم، مرحبا بالجميع. وأيضا أرحب بالكاتبة الصحفية الأستاذ سلمان الشريد، أهلا بك. أهلا بك أخي أحمد وأهلا بالأستاذ طلعت حافظ. إذن مشاهدي الكرام، سوف نتحدث بالتفصيل عن هذه الكلمة وعن هذه الأرقام والخطط المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أبدأ معك أستاذ طلعت، بعد أن استمعنا إلى كلمة سمو ولي العهد والذي تحدث فيها بعدد من النقاط المهمة والكبيرة والأرقام ومعدل الوظائف التي سوف يتم طرحها، معدل التمكين للقطاع الخاص، دعني أبدأ من ما يقال دائما بأن صندوق الاستثمارات العامة هو مزاحم للقطاع الخاص في الاستثمارات. كيف يمكن أن يتم توضيح هذه النقطة لمن يردد هذا الكلام، وأيضا على الواقع في الأرض في المملكة العربية السعودية؟ أولا حقيقة يعني أشكر سيدي سمو ولي العهد على هذه الكلمة الضافة التي أوضحت حقيقة لنا ككتاب رأي وكاقتصاديين الرؤية المستقبلية الواضحة لصندوق الاستثمارات العامة. ولعلي أعود قليلا بالتاريخ لو سمحت، يعني 2015 قريبة ترى من عمر الزمن، كان واحد عندما يتكلم عن هذه الأرقام زي ما حضرتك تفضل أرقام كبيرة ويقول ها نحقق ما نحقق، اليوم حقيقة على أرض الواقع جسدت عندما قال سيد أن نحن في 2020 وصلنا إلى 1.5 تريليون مما كنا عليه 300 أو 400 مليار. أول في الماضي طبعا أنا حتكلم على مرحلة مختلفة حقيقة، أول كانت الأهداف يعني غير واضحة قبل ما إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سمو الكريم. اليوم نحن لدينا خطة طموحة في الخمس الأهداف والمرتكزات الأساسية، ولو لاحظت أنها يعني مترابطة ومتشابكة بطريقة جميلة وإنسيابية. عندما نأخذ المحور الأول وشوف أهمية المحور الأول، عندما قيل فيه بأنه تمكين القطاع الخاص وفي القطاعات الواحدة، طبعا ما يقال بانه يا اخي والله صندوق الاستثمارات العامه منافس صندوق الاستثمارات العامه منافس القطاع الخاص، هذا غير صحيح. انا ارى ان هناك جزء تكامل كبير فيما بين الصندوق والقطاع الخاص. الصندوق ممكن للقطاع الخاص، خليني اعطيك مثال. ما اعتقد ان هناك قطاع خاص سواء في المملكه او في غيرها حقيقه ان يدخل في مشاريع، اولا ضخامه الاستثمارات قد اشار اليها سيدي، المده المستقبليه لاعاده الاستثمار تراها ما هي سنة سنتين، وهذا المحور
احد المحاور اللي بيقول لك انه الاستدامه والاستثمار طويل الاجل. شايف القطاع الخاص عاده لا يتحمل يعني نفسه سواء في المملكه او في غيرها، خلينا نكون واضحين، ما يتحمل استثمارات نفسها طويل استثماراتها كبير. يعني لو اخذنا مثلا ذا لاين والذي يعلن عنه قريبا حقيقه، يعني هيكله المشروع ومدينه ادراكيه وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وكذا، لا اعتقد انه القطاع الخاص يدخل في مثل هذه المشاريع، لكن ما يحدث كالتالي. وهذا قيل حقيقه انه عندما تكتمل هذه المشروع او هذه المشاريع الضخمه ستنزل القطاع الخاص. وعلى فكره مين حينفذ المشاريع؟ ترى ينفذها القطاع الخاص. يعني قصدي انه صندوق الاستثمارات العامه ترى ما يملك شركات هي التي تنفذ، ستطرح اجلا ام عاجلا للقطاع الخاص. هذا واحد. ناتي للمشاريع التي دخلت فيها الدوله او صندوق الاستثمارات العامه بالتحديد، كيف رفعت حقيقة نوعية يعني المشاريع. وأعطيك مثل بسيط على السريع، ما هو بديد أطول وأخذ حقيقة وقت البرنامج. الحراسات الأمنية الخاصة كانت حقيقة، خلينا نكون بوضوح طالما أننا نتكلم بوضوح، كانت في الماضي ينظر إليها أنه يعني حارس أمن ويعني وظيفة بسيطة وكذا. اليوم لو نأخذ أرامكو على سبيل المثال، نأخذ سابق على سبيل المثال، نأخذ البنوك، نأخذ قطاع الاتصالات، اليوم حقيقة أنت في أرامكو عندما تكون رجل أمن في مؤسسة كأرامكو تفتخر أنك أنت رجل أمن. ليه؟ لأنك أنت حسنت من نوعية، حسنت من نوع الوظيفة، من الراتب داخله. فأنا أعتقد أنه هو غير منافس، هو مكمل للقطاع الخاص. وبالنهاية واضح المحور الأول تمكين القطاع الخاص والتركيز على القطاعات الواعدة. الله يحفظك. إذن صندوق الاستثمارات العامة هو ما يهيئ البنية التحتية ويسهل القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الكبيرة. صحيح. نعم. صحيح. طيب أستاذ سلمان، عندما تكون المشاريع الضخمة الكبيرة مثلا كما ذكر الأستاذ طلعت مشروع ذا لاين أو مشروع نيوم أو أمالة، عندما يكون صندوق الاستثمارات ممكن فيها للقطاع الخاص، ما هو العائد المنتظر على الشركات المحلية في البلد؟ اولا يعني كلمه سمو للعهد كانت واضحه جدا وتبشر بخير، ودائما هو مبشر لكل ما هو خير وتنموي للمملكه العربيه السعوديه. يعني في ختام كلمته ذكر ان نحن في يعني تحت حكم ملك عظيم وايضا شعب عظيم وايضا وطن عظيم. هذه العظمه ليست من فراغ بل من المكانه المملكه العربيه السعوديه الاستراتيجيه، وايضا الرؤيه يعني لرؤيه 2030 التي يعني اطلقها سمو للعهد رؤية طموحة بالفعل. وكما ذكر الأستاذ طلعت يعني من عهد قريب عام 2015 كانت يعني أرقام كانت يعني مجرد حديث أو أحاديث كانت تطرح أمام الناس، وكانوا يعني غير متوقعين أن تكون اليوم خلال هذه السنوات القصيرة أن نراها على أرض الواقع. اليوم مع إطلاق هذه المشاريع سواء ذا لاين أو صندوق الاستثمارات العامة التي تتحدث فيها سمو ولي العهد قبل قليل، اليوم نتحدث عن مشاريع واعدة أيضا مشاريع ضخمة تتبناها الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة حتى تستطيع أن تمكن القطاع الخاص الذي يستطيع أن يستثمر في داخل المملكة العربية السعودية. اليوم صندوق الاستثمارات العامة يستهدف 60% من الناتج المحلي، وبالتالي هذا يعني من توطين الاستثمارات، وبالتالي هذا يجعلنا اليوم أمام صندوق يعتبر الأكثر موثوقية وأكثر وأيضا يجذب أيضا الشراكة مع كثير من القطاع الخاص من خارج المملكة العربية السعودية في الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية، تكون المملكة هي بيئة استثمارية واعدة. وأيضا صندوق الاستثمارات العامة يعتبر في العهد القريب من خلال هذه المشاريع التي اليوم يطلقها سمو العهد وأيضا بطريقة يعني تتحدث عن الاستثمار في التقنية الجديدة من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال التقنية الحديثة، من خلال آخر ما وصل له العالم من تقنيات واستخدام للطاقة، وبالتالي هذا يعتبر يعني استثمارا ابتكاريا وغير مسبوق، وهذا ما يجعل صندوق الاستثمارات العامة أيضا صندوقا واعدا من خلال الاستثمارات والعوائد ومن خلال يعني تعاطي هذا الصندوق مع الواقع الذي نعيشه اليوم في العالم. وبالتالي هذا الصندوق في القريب يعني سوف نشاهد العوائد بشكل كبير، وايضا سوف يكون هناك استهداف او اهداف لهذه، وهناك مستهدفات لهذا الصندوق وسوف يحققها، وذكرها سمو العهد من خلال كلمته اليوم، هذه الكلمه التي دائما وهو يعني ما عهدناه سمو ولي العهد من بداية يعني من سنوات من بداية يعني تعيينه وليا للعهد حتى هذا اليوم، وهو يتحدث
قولا وفعلا، واليوم نحن نشاهد هذه المشاريع ومتفائلين بأن يكون هناك بالفعل عوائد، وربما وأحيانا بل هذا واقع، دائما ما يتحدث عن أرقام عوائدها بل لم يعني تحقق نفس الأرقام بل أكثر مما هو متوقع. وبالتالي نحن اليوم في المملكة السعودية، المملكة أصبحت من الدول، يعني هي ليست دولة هامشية، هي عضوة في مجموعة العشرين، واستضافت في عام 2020 في عام استثنائي وغير مسبوق، ونجحت في إدارة هذه المجموعة. وبالتالي اليوم المملكة السعودية هي من الدول الواعدة اقتصاديا، ويعني نتفائل بأن تكون بإذن الله هي صندوقها أيضا من الصناديق الموثوقة والبارزة، وأيضا التي يعني يتسابق كثير من قطاعات الخاصة حول العالم في الاستثمار مع أو الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة. نعم، تحدث سمو ولي العهد عن استحداث 1,800,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستكون بنهاية عام 2025. قبل يومين وردت الإحصائية عن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بأنه انخفض إلى قرابة 14%. هل نستطيع القول بأن هذه هي بدايات لما تحدث عنه سمو ولي العهد بأنه بإذن الله بحلول عام 2025 ستكون لدينا وظائف بهذا الرقم الكبير، وظائف مستحدثة 1,800,000 وظيفة سواء مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة؟ طبعا بكل تأكيد، يعني طبعا الجائحة حقيقة كانت ظروفها قاسية على الجميع، يعني على المملكة وعلى غير المملكة في البطالة، والحمد لله رغم ذلك نحن يعني فعلا كنا في الربع الثاني أكثر من 15% البطالة عندنا تزيد عن 15%، والحمد لله نحن الآن نزلنا إلى 14 كما تفضل 0.7. دون أدنى شك يعني عندما قال سيدي أنه خلال الربع الثالث أضاف الصندوق 330,000 وظيفة، هذا رقم ليس بالهين حقيقة. صحيح. وأيضا عندما نتكلم عن 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى الطويل إلى 2025، أعتقد هذا رقم طموح دون أدنى شك أنه سيؤثر تأثير إيجابي وعميق في البطالة. ولله الحمد الآن يعني البطالة، تعرف يعني البطالة كانت تأتينا حقيقة من العنصر النساء. صحيح. يعني كانت عنصر النساء معطل إلى حد كبير، عداك طبعا قطاع المصرفي وكذا كان فعلا موظف جيد لها، لكن بشكل عام كان البطالة تأتي من النساء، وصلنا في يوم من الأيام في النساء 33% أو يزيد عن ذلك قليلا. اليوم أنت عندما مكنت حقيقة المرأة وفتحت لها مجالات كانت حكرا على الرجال، أصبحت تساهم بشكل كبير لطموحات الرؤية أن تصل مساهمتها في السوق إلى 30%. فأعتقد أنه 1.8 مليون وظيفة ب 2025 أعتقد أنها، والأرقام تبشر كما قال يعني الأخ سلمان، أنه سيد سمو ولي العهد حقيقة قوله وفعل، عندما يقول يفعل، ونحن نشوف الأرقام أمامه. نحن الاقتصاديين نتعامل مع الأرقام، 330,000 وظيفة حتى الربع الثالث، 1,800,000 مباشر وغير مباشر، أرقام طبيعية وممكن أن نصل إليها في حجم ما سيستثمر الصندوق وما سيصل إليه. نحن نتكلم كما قلت لك يعني قبل 3-4 سنوات كنا نتكلم على 400 مليار وكذا، اليوم نحن في 2020 1.5 تريليون، نصل بإذن الله ريال طبعا إلى 2025 تراكميا إلى أكثر من 4 تريليون، نصل بإذن الله إلى 2030 مستهدفات الرؤية إلى 7.5 تريليون. أعتقد بهالمشاريع الضخمة، بهالأموال الضخمة والاستثمارات الضخمة بكل تأكيد سنصل بإذن الله، وربما أن نطمح إلى إن شاء الله أكثر من هذا الرقم بإذن الله. نعم أستاذ سلمان، يعني عندما نتحدث عن هذه الاستثمارات وعن معدل البطالة بانخفاض، يعني خلال جائحة كورونا عام 2020 هناك دول شركات أغلقت، معدل البطالة ارتفع بل تضاعف في بعض الدول. في المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2020 نتحدث عن 330 أو أكثر من 330,000 وظيفة استحدثت، معدل البطالة في انخفاض مستمر. كيف سيكون العائد على الشباب السعودي؟ هل سيكون محفز لهم في مثلا في هذه المشاريع؟ البعض كان بعض الوظائف لدينا، بعض الشباب يتحسس من العمل بها، لكن الآن نشاهد هناك اندفاع على هذه الوظائف لتحسن الدخل، تحسن ما كان في المجتمع. ما هو العائد على الشباب السعودي بالأخص من هذه الوظائف ومن هذه الأرقام والمعدلات؟ طبعا أولا يعني احنا كنا في من خلال جائحة كورونا
وهذه الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بكل تأكيد، كثير من الدول تأثرت يعني على من خلال هذه الجائحة وتعطل، يعني أصبح الاقتصاد شبه يعني شلل كامل في العالم. كان هناك تسريح للعديد من الموظفين في دول العالم، كثير من الدول صرحت كثير موظفين. المملكة العربية السعودية خلال الجائحة وفي عز الأزمة الصحية حافظت على الموظفين ولم تسرح موظفينها، بل أنها دعمت الاقتصاد الخاص، القطاع الخاص، في من خلال دعمها دفع جزء كبير من الرواتب قرابة 60%. وبالتالي هذا أمر مهم، لأنها تدرك المملكة العربية، قيادة المملكة العربية السعودية تدرك أن أهمية المحافظة على الموارد البشرية هذا جزء رئيسي من الركائز الاقتصاد والمحافظة عليه في التوازن. وأضف إلى ذلك بعد ذلك يعني تم هناك بعض الإصلاحات التي عالجت الموقف الذي حدث، وبالتالي أصبحت المملكة العربية السعودية هي من أقل الدول تأثرا يعني بما حصل خلال الجائحة. اليوم قبل انتهاء الجائحة، يعني من قبل حوالي شهر أو شهرين، يعني لاحظنا العديد من القطاعات، القطاع الخاص وأيضا القطاعات الحكومية، بدأت بإعلان عدد من الوظائف تستقبل فيها المواطنين للترشح لهذه الوظائف، وبالتالي اليوم نحن أمام يعني توظيف للمواطن السعودي. أضف إلى ذلك إلى أن هذه المشاريع التي تطلق سواء ذا لاين أو اليوم صندوق الاستثمارات العامة ما تحدث به سمو ولي العهد، هذه كلها يعني لها عوائد كبيرة في من خلال دعم الشباب وتمكينهم سواء العنصر النسائي أو الرجال في التوظيف، وهناك أعداد كبيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني استهداف 60% من الناتج المحلي داخل المملكة العربية السعودية وأيضا توطين هذه الصناعات وأيضا هذه الاستثمارات، هذا يؤكد على أيضا أهمية إصلاح أو أهمية توظيف الشباب السعودي في هذا القطاع الخاص. بالضبط، الشاب السعودي اليوم يعني هناك العديد من كان يراهن على أن الشاب السعودي لا يعمل بعض الوظائف، اليوم الشاب السعودي يعمل في كل الوظائف، يعني يريد أن يعمل وليس فقط العائد المالي، ولكن يريد أن يعمل، أن يكون عضو فعال في هذا المجتمع. نعم، بالضبط. نعم، إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، ابقوا معنا. صباح الخير. صباح النور. هذا أحلى وقت، صح؟ كيف ما كانت حالتهم لما يصحوا؟ بحركة بسيطة عيلتي كلها تبتسم. نوتيلا بطعمها اللذيذ والفريد مع أجود أنواع البندق والكاكاو، تخلي الكل يحب الصباح. صباح الخير. نوتيلا ورا كل بسمة. اربح معدات للخبز لغاية 5,000 ريال. اشتري نوتيلا لفرصة الربح. كل مرة تمسك شعرك بتنقل الأوساخ والدهون والبكتيريا، أتخلص منه مباشرة مع كلير لتنظيف العميل، مع الفحم المنشط ينظف فروة رأسك بعمق ويساعد على مقاومة البكتيريا. لفروة رأس نظيفة وخالية 100% من القشرة، تنظيف عميق كل يوم مع كلير. أوسمة الأربعاء 7 مساء على السعودية. أهلين، كيف أقدر أخدمك؟ أعطيني أغنية. عفوا؟ أغنية قهوة، كابتشينو، ساندويتش. عندك أغنية ولا ما في؟ طيب لحظة
الله وحن الغريب ورجع لهلا عود مع الغيب لحبابا هب الهوى وقام يندهلا وحي الشتا وحي ما جاب غنوا سفري انتظروني قريبا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونرحب بضيفنا من أبها الأستاذ ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ ناصر، حياكم الله. إذن تابعنا قبل قليل كلمة سمو ولي العهد عن صندوق الاستثمارات العامة واستراتيجيته الجديدة، وأيضا تحدث فيها عن تمكين القطاع الخاص وأيضا ضخ الأموال في الاستثمار المحلي السعودي. كيف تسهم هذه رؤية سمو ولي العهد في بضخ الأموال والاستثمار محليا في تعزيز الاقتصاد السعودي وأيضا مما يعود بالنفع على المواطن السعودي من الشباب والشابات وفتح فرص وظيفية جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومسي عليك بالخير وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام. لا شك أن كلمة صاحب السمو الملك الأمير محمد حينما أعلنها جاءت بعد عمل وبعد دراسة مستفيضة كما أعلنها الخطة الخمس سنوات القادمة، وبالتالي الأرقام هي التي ستتحدث عن إنجازاتها والتغيير الكبير الذي سيحدث في البنية الاقتصادية للمملكة وتغيير النمط والتوجهات التي كانت في السنوات الماضية إلى حد ما على قدر من الاستحياء في تناول القطاع الخاص أو حتى في الاستثمارات، ولكن الصندوق بشكل عام هو المظلة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي للفعاليات الاقتصادية ومقوماتها، سواء كان عبر ما يطرحها من مشاريع ضخمة جدا لا يستطيع القطاع الخاص لا من حيث الإمكانيات ولا حتى أيضا من حيث التطور الذهني أو الاستراتيجيات التي تناولتها الرؤية. فبالتالي هذه الإطلالة هذا المساء هي بالتأكيد أولا عززت الثقة في من خلال الطرح بالأرقام على ما أنجز من مشاريع وأيضا ما سينجز في الخمس سنوات القادمة. والأمر الآخر هو دعوة للقطاع الخاص إلى أن يتحرك أكثر وأن يتجه إلى مفاصل الاقتصاد، سواء كان عبر تنفيذها ومشاركتها في مشاريع صندوق الاستثمارات أو حتى أيضا في مبادراته الذاتية والمباشرة، لأن الوعاء الكبير هو يشمل الصندوق ويشمل أيضا القطاع الخاص. فيما يتعلق بالمواطن السعودي ليس فقط ما يهمنا في هذا الأمر هو المنجز فيما يتعلق بالتوظيف. المستثمر الحقيقي هو المواطن، الاستثمار الحقيقي هو رأس المال الذي تكون لدينا وتضاعف عدة مرات من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي قام بجمع وتكوين رؤوس أموال ضخمة جدا دون أن يكون هناك تأثير على البنية أو يؤثر على القطاع الخاص أو حتى على القطاع الحكومي، بل بالعكس أعطاهم الثقة، أعطاهم الزخم، ووفر لهم أيضا الوسائل والإمكانات. فهذه الإطلالة المباركة هذا المساء لا شك أنها يعني تجي بعد سنة جافة، سنة توقف الكثير من أنماط الحياة، ولكن في المملكة العربية السعودية نحن والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بإدارة قوية جدا وإدارة واعية استطاعت أن تضعنا في الحد الأدنى من الأضرار التي لحقت بالعالم كله، وهذه الإطلالة ستكون إن شاء الله يعني فعل خير من 21 إلى 25 وهي الخطة التي تم اعتمادها من سموه. نعم أستاذ ناصر، عندما تحدث عن القطاع الخاص بأن يكون أكثر فاعلية بعد كلمة سمو ولي العهد وهذه الفرص الاستثمارية الضخمة الموجودة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص، ما الذي يحتاج القطاع الخاص ليكون أكثر تفاعلا مع هذه المشاريع؟
لا شك أن الرؤية هي تضم الكثير من المسارات التي ينتظرها القطاع الخاص، وعلى أصحاب القطاع الخاص خاصة الكيانات الكبيرة عليها أن تلتفت بأكثر وأن تلتحم مع صندوق الاستثمارات العامة في الكثير من المشاريع. نحن ننظر إلى الذراع المحلي للصندوق امتدت إلى كيانات اقتصادية سواء في موضوع الطاقة أو المتجددة أو حتى أيضا المشاريع الأخرى، وتبنى منصاتها بشكل أفضل، دخل كشريك وطور من أدائها وطور من إمكاناتها، ودخلت أيضا إلى الفضاء الخارجي، دخلت إلى مشاريع في دول متعددة سواء في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا. فبالتالي هذا الدور الكبير للقطاع الخاص هو الذي ينتظره المترسل في رؤية المال المصارف. حينما دعمتها الدولة وتركت لها المجال اشتغلت الكثير من الفرص الاستثمارية، نعم، سواء فيما يتعلق بالبرامج، ما يتعلق بالمبادرات، نعم، ما يتعلق بالقطاع الخاص، وتوفر للقطاع الخاص أرضية قوية جدا عليهم، نعم، أن يلتفتوا ويرفعوا رؤوسه كما رفع رأس مال الصندوق استثماراته، أن يرفعوا رؤوسهم، نعم، إلى الفضاءات الأخرى التي تنتظر منهم المشاركة وتنتظر منهم أيضا المبادرة. عليهم أن يلتفتوا إلى الشباب السعودي، نحن ننظر، نعم، إلى منصات الشباب السعودي في التعليم وفي أيضا الإنجازات والمبادرات. فبالتالي لن يكون هناك ما يعيق أن يتحقق لنا ما تفضل به سمو الأمير، نعم، فيما يتعلق بالتوظيف، نعم، ولكن المواطن السعودي هو أكثر استفادة واستدامة لهذه البرامج وهذه الأرقام الفلكية. نعم، إذن الأستاذ ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. أخبرني مطعمها. أولا شوكولاتة بالحليب، وبعدها تشعرون بطعم الويفر المقرمش. وماذا بعد؟ تشعرون بطعم كريمة البندق الذي يصعب وصفه. كندر بوينو، استمتع بطعم المفاجأة. في عالم لا يملك تسارعه رفاهية الوقت، في سباقه للمستقبل، السعودية عضو مجموعة العشرين برؤيتها الطموحة تسير بخطوات أسرع من الوقت نحو تنمية جوانب كل الحياة. وعلى امتداد جغرافيتها الصوت الأعلى للتنمية والبناء، فالعمل قائم في المشروع. المشروع الثلاثاء 7 مساء على السعودية. أهلا بكم مرة أخرى. أستاذ طلعت، تحدث سمو ولي العهد وخلال رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة واستراتيجيته أن هناك هدف لمضاعفة رأس المال، أيضا نمو المحفظة الاستثمارية للصندوق سواء محليا أو دوليا، خصوصا أن صندوق الاستثمارات العامة لديه استثمارات محلية وأيضا دولية بشراكات مع
صناديق أو مؤسسات أخرى. كما ذكرنا في بداية الحلقة أنه رأس المال تضاعف من قرابة 300 مليار إلى تريليون و500 مليار. خلال هذه الاستراتيجية وهذه الخطة التي ذكرها سمو ولي العهد بهذه المستهدفات، كيف يمكن أن نقرأ هذه الأرقام وأيضا عوائدها على الاقتصاد المحلي؟ شوف يمكن الأخ ناصر حقيقة ركز على نقطة مرة مهمة، إن اليوم يعني القطاع الخاص لازم تغير يعني آلية البزنس، وبالذات بعد جائحة كورونا. يعني اليوم سجلت علينا في جائحة كورونا أشياء كانت موجودة ولكن لم تفعل كما يجب. يعني اليوم الاتصال المرئي عن بعد، عشنا هالتجربة الجميلة، اليوم الطاقة المتجددة، اليوم ما يسمى يعرف بالمدن الإدراكية، اليوم ما يعرف بالتعامل بالبيانات الكبيرة، ما يعرف بالبلوك تشين. فاليوم أنت إذا بدك تقعد تفكر بنفس يعني مثلا مع احترام كل التجار حقيقة القطاع الخاص لهم فضل حقيقة، والبلد أيضا لها فضل عليه والمستهلك إلى آخره، لكن اليوم أنت كقطاع خاص يجب أن تسهم في التنمية، يجب أن تسهم في خلق الوظائف. يعني متكلم على 1.8 مليون وظيفة، ترى ما هو رقم بسيط يعني. صحيح. هذا حيقضي لك على إن شاء الله على البطالة، بل يمكن ننزل عن معدلات البطالة المسموح بها دوليا اللي هي 5.4% وفقا لمنظمة العمل الدولية. لكن أعتقد الجميل في هالمحاور أنك لو أخذت المحاور الخمسة اللي بنيت عليها المرتكزات ترى كلها مترابطة. يعني بتكلم على تمكين القطاع الخاص والقطاعات الواحدة، يتكلم على خلق الوظائف والتوطين والمعرفة والتقنيات، لاحظ كلها أشياء مستحدثات جديدة ومستجدات تمشي مع المرحلة العصرية. يتكلم عن الشراكات، وهنا لما بيتكلم صندوق الاستثمارات العام مع الشراكات ما قال لك ترى أنا كل شيء أنا حسوي بنفسي، لا أنا أساعد، أنا ممكن، أنا أضخ الاستثمارات اللي كما قال أخوي ناصر صعب على القطاع الخاص حقيقة أنه يضخ الاستثمارات. ودائما كما يقولون وهذه مقولة معروفة، رأس المال جبان، لكن رأس المال أيضا لا يكون للجبان لهالدرجة أنه هو يحجم عن مشاريع واعدة، ولازم يكون نفسه زي ما قلنا طويل ويأخذ شيء من الجرأة والمخاطرة المدروسة المتوازنة، يعني يسموها كالكوليتد ريسك، ما هو بس لا دب في الفلوس لا. وحقيقة يعني هذه كلها لما نشوف المحاور، نمى الصندوق من زي ما قلنا 300-400 مليار قبل 3-4 سنوات في عام 2015 إلى ما قيل عن الرقم سيدي قال أنه يعني 1.5 تريليون في 2020، والهدف أن يكون أكثر من 4 تريليون في 2025، وأن ننمو إن شاء الله إلى مستهدفات 7.5. هذه لم تأتي عن فراغ، تأتي عن مشاريع مدروسة محليا ودوليا، كان التركيز في الماضي على المحلية ولكن على التنويع، وهذا مهم جدا، على الاستدامة هذا مهم جدا لنصل لهذه الأرقام. وزي ما يعني قال الأخ سلمان وسيدي قال الرقم هذا، أنه نحن السعي الصندوق والتزامه بأنه يصل إلى 60% من المحتوى المحلي و 1.2 تريليون إضافة تراكمية طبعا إلى 2025 الناتج المحلي الغير نفطي مع خلق هذا الوضع. فاللي بدي أقوله أن المحاور الخمسة كلها مترابطة مع بعضها تمشي في سياق وفي أفق واحد، لا تجد حقيقة محور عكس الثاني أو يناقض الثاني، وبالتالي هذا أعتقد سر النجاح، بإضافة إلى طبعا الحوكمة في المشاريع والحوكمة في الإجراءات وفي التنفيذ. نعم أستاذ سلمان، يعني عندما نتحدث عن أو نسأل إن شاء الله بعد الفاصل، مخرجنا يقول فاصل، إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. هذه الأيام مو عادية، فيلزمها شامبو غير عادي. جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية بغسله كل يوم، يقضي على الجراثيم ومثبت علمياً أنه يخلي شعرك 100% بدون قشرة ويحافظ على ترطيبه. غسله كل يوم تحميك من الجراثيم والقشرة مع جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية، ريح راسك. صباح الخير. صباح النور. هذا أحلى وقت صح؟
كيف ما كانت حالتهم لما يصحوا؟ بحركة بسيطة عائلتي كلها تبتسم. نوتيلا بطعمها اللذيذ والفريد مع أجود أنواع البندق والكاكاو، تخلي الكل يحب الصباح. صباح الخير. نوتيلا ورا كل بسمة. اربح معدات للخبز لغاية 5000 ريال، اشتري نوتيلا لفرصة الربح. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور عادل المكينزي، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. أهلا بك دكتور عادل. كما تابعت معنا كلمة سمو ولي العهد، تحدث فيها عن نقطة الشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة، وهذه هي أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى نقل التقنيات وتوطين المعرفة، وأيضا زيادة المساهمة في المستوى أو المحتوى المحلي بنسبة مقدار 60%. كيف تقرأ هذه النسبة، وأيضا هذه عندما يتم نقل التقنيات وتوطينها في الاقتصاد المحلي، كيف سيكون أثرها مع هذه النسبة 60%؟ يعني نسبة كبيرة جدا. أحييك أستاذ أحمد زاهر، وأحيي الزملاء في الاستوديو الأستاذ طلعت والأستاذ سلمان، أهلا وسهلا بكم. الحقيقة يعني يجب أن يعني نشكر سمو ولي العهد على هذه الكلمة حقيقة الضافية، والتي وضع النقاط على الحروف كعادته سمو سيد ولي العهد في طرحه للأمور وشفافيته ووضع الأرقام بتحديد. ولذلك نحن نشهد أخي أحمد والسادة المشاهدين هذه النقلة الآن الجديدة في صندوق الاستثمارات العامة، وما تحدث به سمو سيدي فيما يتعلق بالجوانب، سيكون يعني هذا الصندوق قاطرة ستأخذ الاقتصاد إلى الجيل الرابع من التقنيات واستخدام الذكاء الصناعي. هذه بالتأكيد ستحمل معها الكثير من الفرص، كما يعني سيقطف ثمارها المنشآت والقطاع الخاص بشكل عام وأبناء الوطن بشكل خاص. أعتقد أن الصندوق أداة محرك الاقتصاد المحلي، وضع هدف أساسي بتوطين التقنية والمعرفة، وهو يحققها عبر المحور الخامس من خلال الشراكات. أعتقد أن هذا الأمر كما يعني يتضح حتى من خلال يعني إعلان المشروع الذي أعلنه سمو سيدي ولي العهد The Line في مشروع النيوم، أعتقد أنه يتيح الفرصة ونرى عيانا أسلوب استخدام التقنية، وإضافة إلى التفرد في استخدام الطاقة البديلة التي أشادت بها المؤسسات الدولية بشكل عام. يعني تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية أخي أحمد والأخوة المشاهدين يعني أكد أنه المملكة تسير بخطة ثابتة لتحقيق أهدافها في توسيع اعتمادها على الطاقة المتجددة. نعم. ويعني طبعا بالتأكيد هذا في إطار الاستراتيجية التي وجه بها سمو ولي العهد في زيادة الصادرات وتعزيز الإيرادات وفقا لرؤية 2030. نعم. إضافة طبعا ممكن نشير أخي أحمد إذا أذنت لي في مسألة أنه في عجالة يعني دكتور عادل 50 ميجاوات راح تكون إضافة لشبكة الطاقة المتجددة. نعم. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أخي الكريم ستكون لاعب رئيسي في سوق تصدير الطاقة النظيفة العالمية، كما أشار سمو ولي العهد في إعلانه السابق، والآن هو يضعنا على الخارطة ويضع المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات بشكل خاص في موقع بارز، أحد محركات نمو الاقتصاد السعودي، وبإذن الله يسهم ويقود يعني نحو هدف من أهداف الرؤية الأساسية وهو تنويع الإيرادات، والذي يعد يعني محور مهم وحيوي في رؤية 2030. نعم. من الدكتور عادل المكينزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك. أستاذ سلمان، يعني بعد ما تابعنا هذه الكلمة وكل المحاور التي ذكرت، وأيضا النمو الاقتصاد والاستدامة
وأيضا هذه الشراكات كيف سيكون الأثر الاقتصادي لها على التنمية الوطنية إلى عام كما ذكر سمو ولي العهد إلى عام 2025 وصولا إلى عام 2030؟ طبعا رؤية سمو ولي العهد وأيضا من خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، هذا الصندوق الذي يعتبر هو المحرك الأساسي للاقتصاد في الوطن، وأيضا الرؤية الطموحة لهذا الصندوق الذي يعني استطاع أن يجعل اقتصاد المملكة العربية السعودية متماسكا خلال الفترة التي مرينا بها في من خلال جائحة كورونا، أيضا من خلال ضخ المليارات في السنوات القادمة، هذا يجعل هناك صعودا أو ظهورا لقطاع خاص وشركات جديدة في المملكة العربية السعودية، وأيضا يزيد من فرص العمل. هذا أيضا سوف يمكن أيضا الاستراتيجية أو سوف يمكن من تحقيق الاستراتيجية السعودية في بناء صندوق استثمارات ضخم في المملكة العربية السعودية وأيضا في الشرق الأوسط لتمكين العمق العربي والإسلامي للمملكة العربية السعودية من خلال هذه القوة. المملكة العربية السعودية لمكانتها الاستراتيجية سواء العمق العربي والإسلامي وأيضا مكانتها في صنع السلام في الشرق الأوسط وأيضا قوتها الاقتصادية، هذا يجعل المنطقة ككل تتفائل في هذا النمو الاقتصادي للمملكة. وهذا أيضا ونحن نعرف أن السياسة والاقتصاد يسيران على خطى متوازنة. نعم أستاذ طلعت في عجالة بعد هذه الأرقام التي اطلعنا عليها وذكرها سمو ولي العهد، ما هي المبشرات للاقتصاد المحلي أيضا قوة المملكة الاقتصادية في الشرق الأوسط كيف ستكون بعد أن كما ذكرت في البداية كنا نرى أرقام ونحلم بأرقام وصلنا إلى هذه الأرقام، الآن هذه الأرقام الجديدة عندما نصل إليها كيف سيكون الوضع في الشرق الأوسط بالنسبة للمملكة؟ يعني يمكن عجالة ما تكفينا لكن أحاول أكون عجل فيها. يعني نتكلم على 1.8 مليون وظيفة سيخلقها الصندوق، أعتقد هذا رقم فلكي حقيقة. يعني عندما نتكلم عن 1.2 تريليون للناتج المحلي غير النفطي، أيضا هذا رقم أنا أعتقد أنه فلكي جدا. عندما يقول الصندوق أنا أتعهد بأنه حضخ في الاقتصاد السعودي 150 مليار كل عام إلى 2025، أنا أعتقد هذا رقم مرة ممتاز، وهذه الرقم زي ما الله لا يعرضنا للجائحة وإن شاء الله ما نحتاج لها الأمور. لكن شوف يعني كيف، أولا شفافية مطلقة وجميلة حقيقة، وظائف، توطين، شراكات، نمو واستقرار اقتصادي، استثمارات طويلة الأمد، شراكات، كل هذا أنا أعتقد أنها مبشرات خير إن شاء الله. نعم إذن كل الشكر لكم الأستاذ طلعت حافظ المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية والكاتب الاقتصادي بصحيفة الرياض، وأيضا الأستاذ سلمان الشريدة الكاتب الصحفي، وأيضا الأستاذ ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي، والدكتور عادل المكينزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. ولكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام ودعواتنا لقادتنا وقيادتنا ودولتنا بأن يستمر هذا العطاء وأن ننعم بالأمن والأمان والرخاء. دمتم في رعاية الله.